السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الملف. نناقش في جزئها الأول حقيقة دوافع القتال والصراع المستمر في الجنوب الغربي والشرقي لليبيا. أما في الجزء الثاني فنبحث تداعيات الصراع في الجنوب على الاستقرار العام للدولة الليبية. قبل أن نفتح النقاش مشاهدينا، نتابع وياكم هذا التقرير ومن ثم لنا عودة. منذ سنوات عديدة والجنوب الليبي بشرقه وغربه يعاني تهميشا سياسيا وفراغا أمنيا واضطرابات ونزاعات مسلحة بين الفينة والأخرى، كان آخرها اشتباكات بين قوات كتيبة سبل السلام وعناصر من المعارضة التشادية دارت غرب منطقة الجغبوب على مسافة أكثر من 600 كيلومتر شمال مدينة الكفرة، أسفرت عن سقوط قتيلين وخمسة جرحى في صفوف كتيبة سبل السلام. عميد بلدية الكفرة عبد الرحمن عجوب قال إن مواطني الكفرة يقاتلون مجموعات مسلحة أجنبية نيابة عن كل الليبيين، مشيرا إلى أن كافة الأجسام السياسية في شرق البلاد وغربها لم تقم بأي خطوات من أجل حماية المواطنين. وأمام تعثر السيطرة على الأوضاع في الجنوب ودخول أطراف خارجية على خط المواجهة، وفق تصريحات مسؤولين بالمنطقة لم تتمكن القوتان العسكريتان في الشرق والغرب من السيطرة عليه وفرض الأمن فيه وإنهاء النزاعات والاضطرابات، رغم إعلان الطرفين إطلاق عمليات عسكرية لتأمين وحماية الجنوب عندما اندلعت الاشتباكات المسلحة في مدينة سبها بين مسلحين من قبيلتي تبو وأولاد سليمان في مارس الماضي. وفي ظل الحديث الدائم عن مشاركة عناصر أجنبية مسلحة بالصراع القائم بالجنوب، أورد تقرير للجنة الخبراء قدمته لمجلس الأمن الدولي خلال الأشهر الماضية أن مجموعات مسلحة من دارفور تعمل مرتزقة وتقاتل إلى جانب قوات حفتر، حيث يتلقى المقاتل السوداني أجرا شهريا إضافة إلى الأسلحة والذخيرة، الأمر الذي يشكل عاملا مزعزعا للاستقرار في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي وفق التقرير الأممي. متابعون ومحللون رأوا أن فشل الأطراف الحاكمة في شرق ليبيا وغربها في فرض الأمن بالجنوب والسيطرة على حدوده المفتوحة على مصراعيها مع دول الجوار يعود إلى سعيها وراء توسيع نفوذها بالمنطقة ومحاولة السيطرة على بوابة الجنوب للبلاد، مستغلين حالة الفوضى لتطلعاتهم السياسية باعتبار أن الجغرافيا الشاسعة في اللغة العسكرية على الأرض تحقق مكاسب سياسية على طاولة المفاوضات. فما حقيقة دوافع القتال والصراع المستمر في الجنوب الغربي والشرقي؟ وما هي تداعيات هذا الصراع على الاستقرار العام للدولة في ظل حديث محلي ودولي عن ضرورة إعادة الاستقرار في البلاد وإنهاء الانقسام السياسي من خلال الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية؟ نناقش مشاهدينا حلقة الليلة من برنامج الملف مع ضيوفنا عبر سكايب من اسطنبول، مدير مركز بيان للدراسات الدكتور نزار كريكش، وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي والعسكري السيد عادل عبد الكافي، كما سينضم إلينا أيضا من هناك عبر الأقمار الاصطناعية الباحث في قضايا الجنوب محمد رحيم، ومعنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من تونس المحلل السياسي علي اللافي. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام، شكرا لكم قبول هذه الدعوة. أبدأ معك سيد كريكش من اسطنبول عبر سكايب. منذ سنوات عديدة سيد كريكش الوضع الأمني كما هو عليه في المنطقة الجنوبية سواء بشرقها وغربها، في رأيك إلى ماذا يرجع ذلك في اعتقادك، هذه الهشاشة في الوضع الأمني؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هو ديناميت الجنوب ليبيا تختلف عن الشرق والغرب، ولكن في الغالب ما يحدث في ليبيا الآن وما يحدث النزاع في ليبيا هو ما يسمى حروب بناء الدولة. أصبحت الحروب الأهلية الآن هي حروب في طريق بناء دول بعينها، بمعنى أن الدولة عندما تسقط مؤسساتها تصبح هذه الدولة تتنازع لإعادة بناء هذه المؤسسات. لكن في ليبيا كان الجنوب له دينامية خاصة، لأن الجنوب كان صحراء ممتدة وفيها مجموعة قبائل عربية وغير عربية
حاول نظام القذافي أن يتعامل مع هذه الدينامية بأن يقوم بسياسة فرق تسد وأن يجعل له مجموعة زعامات يتعامل معها بشكل مباشر بحيث يضمن السيطرة على الجنوب. هذا الأمر بعد الثورة 17 من فبراير انتهى تماما وعاد الدينامية أكثر تشددا لأن العملية السياسية لم تمضي بالشكل الصحيح، علاوة على عدم التوازن في التنمية المكانية في ليبيا، غياب التنمية، وجود هذه التكتلات العرقية والإثنية بدون أي رابط سياسي يجمعها، علاوة على حصار الحدود أصبحت مفتوحة، وهذه المنطقة هي مجموعة قبائل مرتدة، لذلك نحن نميز بين الحدود وبين الامتداد الطبيعي للقبائل، قبائل الطوارق وقبائل التبو هي موجودة في كافة أفريقيا، فبالتالي يسهل التعامل مع هذه القبائل مع بعضها البعض، بالتالي أصبح هناك وحدات جغرافية تسعى حتى لشكل سياسي معين نتيجة للاضطرابات الموجودة السودان وموجودة كذلك في الشاد، فضلا عن غياب التنمية التي جعل كثير من الشباب والكثير من المدنيين من كافة العرقيات يتوجه بحث عن مصادر الرزق، ولا توجد مصادر رزق إلا في حالة من التهريب. هذا التهريب له تاريخ طويل في الجنوب، ففيه دينامية معينة، طريقة معينة تتحرك بها الصراع في الجنوب، وكلها مصبها لغياب وضعف المؤسسات سواء التي تركها القذافي بدينامياته في التعامل مع هذه القبائل أو في فشل الدولة في إحداث هذه المؤسسات بعد الثورة 17. نعم سيد الحيم، مع هذا التوصيف من قبل الدكتور نزار كريكش حول الوضع في الجنوب الليبي، سواء ما كان ما قبل نظام القذافي إلى ما بعده، ما بعد الثورة وحرب التحرير، وهذا التوصيف من قبله، أنا أسأل في ذات السياق عن الأسباب التي تقف في اعتقادك إلى استمرار حالة هذا النزاع المسلح والصراع مع اختلاف الحجج في كل مرة. يعني سيد الحيم هل تسمعني؟ الآن أسمعك، أعد السؤال لو سمحت. كنت أسأل قبل قليل مع ما كان يتحدث عنه الدكتور نزار كريكش وتوصيفه للحالة في المنطقة الجنوبية، أنا أسأل عن الأسباب التي تراها من وجهة نظرك سببا في استمرار حالة الصراع في المنطقة الجنوبية على اختلاف المسببات في كل مرة. أولا تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام، أهلا بك. ثانيا أعتقد أن أسباب الصراع الرئيسية هو غياب الدولة تماما عن المنطقة الجنوبية. ثانيا هناك أسباب أخرى يجب الالتفات إليها، وهي الانقسام السياسي داخل ليبيا ثم الانقسام الاجتماعي داخل المنطقة الجنوبية. هناك قبائل تتصارع مع بعضها البعض، هناك استعانة بأجانب بمرتزقة حتى أصبحوا الآن أصحاب قوة كبيرة وتغولوا في المنطقة الجنوبية. وهذه الأسباب أعتقد أنها ستؤدي إلى تأزم المنطقة الجنوبية بشكل كبير جدا ما لم يكن هناك تدخلات من الدولة بشكل قوي بشكل واضح. وما نحتاجه في المنطقة الجنوبية بشكل خاص لإنهاء هذه الأزمة ولإنهاء هذه الإشكالية الذي أعتقد تحتاج لأشخاص على كفاءة عالية من الوطنية وقدرة وإدارة جيدة لهذه المنطقة حتى نستطيع السيطرة على المنطقة الجنوبية. هذا ما يتعلق بالمعالجة فقط سيد الحيم اسمح لي، هذا ما يتعلق بآلية المعالجة، سنأتي الحديث عنها في سياق هذه الحلقة، آلية المعالجة كيف يجب أن تكون، لكن طبيعة الصراع الذي تشهده المنطقة الآن وأنت باحث في قضايا الجنوب، حتى يفهم المشاهد أكثر ما طبيعة الصراع الحاصل منذ سنوات، سواء ما كان يتحدث عنه الدكتور نزار ما قبل الثورة إلى ما بعد الثورة وإلى يومنا هذا، ما طبيعته حتى نفهم أكثر؟ أنا لم أستمع جيدا إلى ضيفك الكريم، ولكن طبيعة الصراع حسب معرفتنا بهذا الصراع وقربنا الجغرافي وكذلك الاجتماعي لهذه المنطقة، الصراع بعيد جدا عن الشكل السياسي الذي نتحدث عنه. الصراع ليس له خلفيات سياسية، هو صراع
نتيجة فراغ الدولة عصابات إجرامية مرتزقة وجدوا ليبيا أرض خصبة لتواجدهم لبناء قوة عسكرية حتى يهاجموا طبعا يهاجموا دولة تشاد أو بناء قوة كبيرة وهي المعارضة التشادية ما يسمى المعارضة التشادية. وهؤلاء طبعا قبل فترة معينة أو تقريبا شهر بشكل بالتحديد هاجموا المنطقة هاجموا شمال تشاد. هؤلاء طبيعة الصراع في المنطقة الجنوبية ليس له أي خلفية سياسية، كل الخلفية هي عصابات مارقة على القانون تجمعت داخل ليبيا وجدت ليبيا دولة فارغة من القانون واضح. من القوة من الوطنية فتمادت وتغولت والآن أصبحت سنعود للحديث عن كمواطن عن العصابات والأجنبية وربما وجودها في المنطقة الجنوبية. سيد رحيم أيضا سأعود لك من جديد. سيد عبد الكافي، الوضع العسكري في هذه المنطقة كيف تقيمه في ظل وجود عديد القوات العسكرية بمختلف توجهاتها في المنطقة؟ هناك من يراه أنه هذا الصراع هو صراع على النفوذ ما بين هذه القوى الموجودة على الأرض، كيف تقيمها أنت سيد عبد الكافي؟ نعم، تحية طيبة لك وكذلك لضيوفكم ومشاهدينكم. دعنا نسلط الضوء قليلا على حقبة القذافي. القذافي خلق أو افتعل صراعات ما بين ليبيا وما بين تشاد، أرسل قواته إلى تشاد، دعم بعض الأطراف داخل تشاد بالأسلحة وأيضا بالأموال. هذه حقيقة ترتب عليها فجوة ما بين المكون الاجتماعي في المنطقة الجنوبية في ليبيا. أيضا كان يستعين بعصابات التهريب لتحقيق أهدافه وأيضا منها الضغط على بعض الدول الأوروبية، سواء كان بالهجرة غير شرعية، سواء كان بتدفق المخدرات والأسلحة وغيره، لأن تلك المنطقة تعتبر منطقة آمنة لعصابات التهريب عموما، سواء الأسلحة التي تتدفق إلى دول الجنوب لليبيا، سواء كان المخدرات، سواء كانت أيضا خدمة لمصالح غربية أو لدول تريد أن تحقق سياساتها في الجنوب وتتوغل من خلال الأدوات المحلية عموما. هذه الفجوة ترتب عليها الوضع الذي نحن نمر به الآن. حتى لو كان هنالك شكل الدولة، طبعا أنا أتفق مع ضيفك بخصوص غياب الدولة عن المنطقة الجنوبية لليبيا، ولكن لو افترضنا أن هنالك شكل دولة في ليبيا ستظل هذه الإشكالية موجودة، وهي هذا الصراع الذي رسب له ومهد له الأرض الخصبة نظام القذافي من خلال استخدامه بأعوانه في المنطقة الجنوبية وإحداث شرخ ما بين المكون الاجتماعي، تمهيد الطريق لبعض العصابات، يعني لدرجة أن هنالك ممرات في جنوب ليبيا لا تستطيع أن تحكم السيطرة عليها، هي ممرات معلومة لدى عصابات التهريب، لدى عصابات المجموعات الإرهابية. هذه الآن لازالت هذه الممرات تستغل من قبل هذه المجموعات، فترتب عليه الآن الوضع الذي نحن وصلنا إليه. طبعا ناهيك عن الأطماع الفرنسية التي استثمرت الأوضاع أو أوضاع الفوضى في ليبيا، دعمت أحد الأطراف وهو تحديدا قائد عملية الكرامة في المنطقة الشرقية حتى يرسل بقواته وتستمر حالة الفوضى في المنطقة الجنوبية حتى تتمكن فرنسا من إرسال أعوانها على الأرض لإثارة الصراعات، لمحاولة إيصال أهالي الجنوب إلى فكرة الانفصال، فكرة توحيد، إنشاء حكومة. وهذه هي يعني يعتبرها اللبنات الأولى لمشروع محاولة تفتيت الدولة الليبية والمكون الاجتماعي داخل ليبيا. أما عصابات الدارفورية، عصابات التشادية، هي أدوات يتم تقديم الحديث عنها سيد عبد الكافي، اسمح لي، بالأسلحة بالآليات. نعم نعم، حتى نؤسس لهذه الحلقة في البداية سنأتي الحديث عن مسألة العصابات الأجنبية ومشاركتها في الصراع. أنتقل للسيد اللافي. سيد اللافي، إلى أي مدى تلعب اليوم الأطراف الخارجية دورا في عملية استمرار حالة الانفلات الأمني وهشاشة الوضع؟ وفي جزء ما كان يتحدث عنه السيد عبد الكافي مسألة الفرنسيين وتحركاتهم في المنطقة.
طبعا هو الصراع في ليبيا وصراع بين وكلاء محليين ضيق الأفق لأذرع إقليمية خادمة للسياسة الدولية. هذه الأذرع الإقليمية والقوى الدولية ترى في أن ليبيا معناها مساحة يمكن توفيرها. إذا كان نأطر ذلك على الجنوب، الجنوب هو العملية هي عملية براغماتية. القذافي خدم معناها واعتمد سياسة مرحلية لكن تداعياتها جاءت بعد ذلك بعد مرحلته. أيضا الجنوب الآن حتى بعدد المصوتين هو 800,000 صوت، إذا ما قارناها بالجهة الشرقية معناها 1,500 أو في الجهة الغربية أكثر من 3.5 مليون، معناها حتى في أثناء الحملة الانتخابية لن يكون الجنوب حاضرا. وإذا ما عدنا إلى الجنوب من حيث السياسات الدولية وتنزيلها، الدول الإفريقية هي مواد وثروات تستطيع الدول الاستعمارية السابقة سوى التقليدية الإنجليز والفرنسيس أو القوى الجديدة الأمريكان والصيني والأتراك والإيرانيين وغيرهم. بالتالي هو هناك بحث على توظيف هذه الدول الإفريقية معناها هناك حزام كامل في الجنوب الدول معناها المجاورة لليبيا، وبالتالي هناك إرادة لخلق بؤر توتر ونزاع متواصل في الجنوب الليبي، وبالتالي لا يمكن الحديث عن حل أزمة الجنوب باعتبار أنه بيكون غايب في أجندة القوى السياسية، على اعتبار أن الصراع هو صراع اجتماعي في الجنوب وهو أيضا صراع هذا الصراع الاجتماعي سيد اللافي. لا تعتقد أنه إذا لا تتفق مع ما يقوله البعض أنه ربما هناك أيادي خارجية ووجود لاعبين على الساحة في الجنوب تلعب في حالة النزاع الحالي الآن، لا تتفق مع هذا الطرح؟ لا، هو هذا الطرح صحيح لأن هناك وكلاء محليين. كل الصراع في ليبيا هو صراع، هناك وكلاء محليين يعبرون عن سياسة محاور إقليمية أو أذرع إقليمية لسياسة قوى دولية تريد نهب الثروات الليبية الهائلة والنادرة وأيضا المرور العمق الإفريقي. إذن الجنوب سيبقى دائما ساحة توتر ما لم تكن هناك قوة دولية قد استطاعت سعود أن تضع كل سيطرتها على القارة الإفريقية. سيد كريكش، في مسألة فهم معالم هذا الصراع، هناك من يقول أن الحالة التي وصلت إليها المنطقة الجنوبية يعود سببها إلى تطلعات سياسية لكل طرف، سواء ما يتحدث عن مسألة ما يتعلق بقائد عملية كرامة خليفة حفتر، في الجانب الآخر رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بواجهة قبلية، رغم أن ضيف السيد رحيمة يقول أنه ليس هناك أي خلفيات سياسية في الصراع الحالي. سيد كريكش، ما رأيك؟ أنا أمين إلى ما قاله السيد الحايم، لأن حتى لما تشوف التقسيم الجغرافي لليبيا السيطرة مثلا في أكثر من جورج فريدمان في لما عارض مواطن السيطرة في ليبيا، ترك الجنوب يقول هو استيلاء وليس سيطرة، يعني ليس هناك كنترول على الجنوب. أنا كنت أتحدث عن تتحدث عن أكثر من 900 كيلو متر، وتتحدث حدود، وتحدث عن صحراء، تحدث عن عدد سكان قليل، وتحدث عن ممرات تهريب مسارب غير معروفة، تحدث عن تنمية ضعيفة جدا، تحدث عن غياب مؤسسات. من هذا العاقل الذي يستطيع أن يسيطر على كل ذلك؟ ذلك لا يعرف الجنوب إلا أهل الجنوب، لا يفهم الجنوب إلا أهل الجنوب. لكن الآن ما ببساطة ما يحدث في الجنوب هو لا يختلف عن ما يحدث في ليبيا، هو حالة فشل الدولة. ولكن لأن الجنوب بقلة سكانه وطبيعته الجغرافية وقربه من اليورانيوم وقربه من المياه التي تستغلها الشركات الفرنسية وقربه كذلك من مواطن النفط الليبي وكذلك ما يعرف بالسبلاي تشين، أنت تتحدث عن منطقة من أهم المناطق في العالم، أنك تتحدث عن 60% من صادرات أوروبا إلى أفريقيا، تتحدث عن طريق الكاميرون، طريق السودان الكاميرون وهو من طرق النفط المهمة، طريق النيجر نيجيريا الجزائر وهو الطرق لنقل الغاز، تحدث عن نيجيريا وثاني مورد لليورانيوم في العالم، تحدث عن تشاد وهي مورد كبير جدا لليورانيوم، تتحدث عن ثلثي الطاقة الكهربائية لفرنسا، تتحدث عن منطقة هامة جدا. والغريب والعجيب أن السلطة المركزية في ليبيا تتعامل مع الجنوب كأقلية. الجنوب هو ثروة ليبيا، هو
هو القوة الكاملة لليبيا في الجنوب، ولكن لا ننظر إلى الجنوب إلا كإشكالية من الإشكاليات. وبالتالي هذه المعطيات تتحول الأمر إلى صراع سياسي سيد دكتور نزار. كل الإشكالات مثلث تونس، مثلث السودان وتشاد وليبيا والجنوب، اللي هذا مثلث الموت يعرف استراتيجيا، لأن هذا موطن أساسي لصراع نفوذ كبير بين أمريكا وبين فرنسا وبين إيران وبين تركيا، لأن هذا دوليا دكتور. لكن نفصل الأمر أكثر في الداخل، عندما نتحدث عن الداخل، يعني تتفق مع أنه هذا الصراع هو طبيعته خلفية سياسية ما بين الأطراف النزاع الداخلي؟ أي سياسة يا رجل، أي سياسة؟ لا، كيف يشارك هؤلاء الناس؟ العدد قليل، الموارد ما فيش مؤسسات، أحيانا الشباب لا يجد إلا موارد التهريب، ولا إما يكون عرضة لعصابات. كيف بيفكر في السياسة؟ لا أقصد المواطن الجنوبي سيد نزار، أنا أقصد الأطراف النزاعة تستغل الحالة التي يعيشها لتحقيق مطامع كما يقول البعض. أن يصعب السيطرة على الجنوب، لأن الجنوب لما تتعامل مع منطقة مثل الجنوب تريد أن تتعامل بمنطق رجل الدولة وليست منطق رجل السياسة. ممكن أن تأتي لطرابلس وتعمل حزب وتحاول أن تظهر نفسك كسياسي، لكن في الجنوب عليك أن تعمل مع الأرض، تحدث تنمية حقيقية، هناك تريد أن تدفع أموال، لا أحد يريد. لكن تحرك الرئاسي وقيادة عملية الكرامة في الجنوب، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الإشكالية التنمية وإشكالية الدولة هي الإشكالية الأساسية في الجنوب، لذلك لم تحل إشكاليته، لذلك تركه الجميع، حتى من يقترب في مكاسب قليلة يسيطر على بعض المعسكرات ثم يخرج، لأنه يعرف أن الوجود التواجد في الجنوب، إحداث سيطرة في منطقة الجنوب لها تكلفة قوية جدا، لا يستطيع أن يستمر معها في العمل. واضح. يحتاج إلى تكلفة مادية كبيرة، يحتاج إلى مواجهة معادلة دولية يصعب على السياسيين الآن في مواجهتها. نعم سيد محمد، إن لم يكن هذا الصراع هو بخلفيات سياسية كما تقول، هل هو صراع قبلي بحث ولا الحديث عن السياسة في هذا السياق؟ سيدي الفاضل، الصراع في المنطقة الجنوبية أو النزاع في المنطقة الجنوبية هو من يغذي هذه المجموعات وتواجدها في المنطقة الجنوبية. أنا أحترم الضيوف جميعا، ولكني ضد تأسيس الصراع في المنطقة الجنوبية. نحن قريبين جدا من المنطقة الجنوبية، ومن تستطيع أن تقول حتى أفراد المعارضة قد توصلنا إليهم بشكل أو بآخر. الذي يغذي هذه الأطراف هو النزاع داخل المنطقة الجنوبية بشكل خاص، والانقسام السياسي بشكل عام، وغياب الدولة تماما عن المنطقة الجنوبية. هذه الأسباب مجتمعة هي التي تغذي هذا الصراع وهذا التواجد الكبير للقوات المعارضة وغيرها من القوات. لا أقول معارضة فقط، هي معارضة، هم تجار مخدرات، هم قاعدة، هم داعش، هم كل الأجسام الغير مرغوب فيها والذي تسبب مشكلة كبيرة لليبيا في المستقبل، هم الآن موجودين في الجنوب. ضيفك الكريم ذكر بأن المنطقة الجنوبية هي موارد طبيعية مهمة وهي مصادر طاقة مهمة للدولة الليبية. للأسف الحكومة في ليبيا لم تنتبه لهذه النقطة نهائي. الأمر الآخر، الجنوب يختلف عن باقي ليبيا، الجنوب مهمش تهميش كامل على المنطقة عن ليبيا. الجنوب الآن يملك حوالي 9000 طن من اليورانيوم مهملة تماما من الدولة، وهذه المادة على المدى البعيد تسبب خطورة على المواطن في الجنوب. الحكومة إلى الآن لم تبعث أي لجنة تقييم لهذا اليورانيوم الموجود مسافة 10 كيلومتر عن مدينة سبها. في أبسط الأشياء للمواطن الدولة غائبة، والصراع الموجود الآن نحن نعرف تماما من يغذيه، هي أطراف محلية وليست أطراف دولية. الأطراف الدولية من مصلحتها أن من هي الأطراف المحلية التي تغذي الصراع اليوم سيد الحيم؟
سيدي دون استثناء كل الأطراف الموجودة في ليبيا، سواء كانت مسؤولة في الدولة أو حتى قبائل موجودة في الجنوب الليبي، كلها تتصارع، كلها تغذي هذه الأطراف. هؤلاء الموجودين الآن في ليبيا عندما أتوا لم يملكوا حتى بندقية كلاشنكوف، الآن يملكون الدبابة، يملكون المدرعات، يملكون الأسلحة. هذه التغذية هل جاءت في سياسة تقوية نفوذ ربما قبيلة على قبيلة أخرى أم ماذا؟ في سياق ماذا جاء هذا الدعم؟ أعد السؤال لو سمحت. هذا الدعم أو التغذية كما وصفتها جاءت في سياق ربما تقوية نفوذ بعض القبائل على حساب أخرى لتحقيق مصالح محددة أم ماذا؟ هذا أحد الأسباب. هو دعم، هو صراع اجتماعي يبحث الأطراف فيه عن إضعاف قبيلة دون الأخرى، هذا بدون شك هذا عامل أساسي في هذه المسألة. واضح. لكن هناك عوامل أخرى، هناك الانقسامات السياسية داخل الجنوب، ليس الانقسام السياسي الذي يتحدث عنه في ليبيا، ولكن هناك خلافات سياسية داخل منطقة جنوبية، هناك طرف يؤيد فبراير وهناك طرف يؤيد طرف آخر، هذه الصراعات أيضا وهي المغذي القوي لهذا التواجد الأجنبي على الأراضي الليبية. واضح سيد حيم. سيد عبد الكافي، في أكثر من عملية عسكرية أعلن عنها، سواء نتحدث عن قائد عملية الكرامة خليفة حفتر، في الضفة الأخرى نتحدث عن تعاطي السراج مع الحالة التي يعيشها الجنوب، بيانات عديدة كانت في وقت سابق، إلا أنه لم يتم تحقيق أي هدف، هكذا يقول كثير المراقبين من خلال هذه العمليات التي أعلن عنها. ما السبب في رأيك؟ وكيف نفسر هذا الأمر؟ نعم، بداية أنا أشرت في بداية حديثي أن هنالك أطراف دولية وتحديدا حددت حتى فرنسا بالتحديد تستخدم أطراف محلية، منهم قائد عملية الكرامة، دعمته بالطائرات بالأسلحة بالمستشارين، سمحت بتدفق العصابات إلى الأراضي الليبية لتحقيق سياساتها أو أجندتها داخل ليبيا من أجل تفتيت الدولة الليبية، وهذا ما تسعى إليه سواء فرنسا أو حتى بعض الدول الغربية، وهذا المشروع لن يتأتى لأي دولة غربية إلا من خلال أدوات محلية. يعني بمعنى أنا أتحدث هنا عن حتى بعض العناصر أو بعض الشخصيات المنتمية للمكون الاجتماعي داخل ليبيا وفي المنطقة الجنوبية أو حتى في المنطقة الشمالية من ليبيا، هذه بعض منها حقيقة تحرك هي أطراف خارجية، وهنالك يعني معلومات كشفت، يعني حتى في تهريب النفط الليبي كشف، ذكرت أسماء من خلال تقارير واضحة أن هنالك تعاون ما بين دول وما بين شخصيات مهربة. عموما ما يعنيني طبعا استقرار الجنوب سيدي كريم، هذا في المقام الأول لأنه يعتبر بوابة ليبيا الخلفية. الآن أبناء المنطقة الجنوبية، وأتحدثون عن من يريد الاستقرار لمنطقتهم، حقيقة يعملون ليل نهار في مطاردة هذا هذه العصابات. هذا واضح سيد عبد الكافي، لكن من ناحية قراءاتك العسكرية، يعني أكثر من عملية تعلن من قبل الطرفين، لكن هذه العملية لا يوجد لها أي تحرك، رغم أنه بعض الأحيان يتحدث عن قصف جوي لبعض المواقع من وصفوها بالعصابات الأجنبية والكلام كثير، لكن هذه العمليات يقول كثير مراقبين أنها لم تحقق أي هدف. كيف تفسيرك للأمر؟ يعني قبل بالتأكيد أن تقل لن تحقق. بالتأكيد. لماذا؟ بالتأكيد. نعم بالتأكيد لن تحقق أي هدف، نظرا أن إرسال قوة إلى المنطقة الجنوبية يحتاج إلى خطوط إمداد ودعم لوجستي، نحن نتحدث عن مئات من كيلومترات، وفي ظل عدم وجود طائرات شحن توصل الإمداد للقوات المتقدمة. أيضا بالنسبة لخليفة حفتر ليس له قاعدة أو تجوب كبير في المنطقة الغربية، رغم أن هنالك من ينتمي إلى النظام السابق مثلما ذكر ضيفك، ولكن لا يوجد هنالك يعني امتداد كبير يسمح لخليفة حفتر كي يتمدد إلى المنطقة الجنوبية. ورأينا أيضا الضعف الذي يكمن في قواته عندما استعان بعصابات العدل والمساواة والعصابات التشادية، وهذا من خلال تقرير خبراء الأمم المتحدة. كانت هنالك القوة، أما على الجانب الآخر في المنطقة الغربية كانت هنالك القوة الثالثة والتي ساهمت حقيقة على مدار بضع سنوات في الاستقرار، تحقيق الاستقرار في سبها، وللأسف
المجلس الرئاسي سحب هذه القوة وافتعل لها الإشكاليات، خرجت بعض الشخصيات سواء من أعيان سواء من شخصيات ثقافية أو سياسية، هاجمت هذه القوة، مما ترتب عليه طبعا الحالة التي تعيشها مدينة سبها والمنطقة الجنوبية. أيضا المجلس الرئاسي لم يعالج هذه الإشكالية بإرسال قوة مكونة من المنطقة الغربية أو الوسطى أو يدمجها بقوة من المنطقة الجنوبية حتى يساهم في عملية الاستقرار. على العكس، أقولها عبر منبركم يعني ولا أحملكم مسؤولية فيها، المجلس الرئاسي أتى ليحدث المزيد من الفوضى في الجنوبية والآن أحدث في طرابلس. واضح سيد عبد الكافي. دكتور نزار، مع الحديث وحتى التقارير الدولية عندما تتحدث عن دخول العصابات أو المجموعات المسلحة المتمردة الأفريقية في عملية النزاع المسلح في الجنوب، الحديث من قبل عميد بلدية الكفر عن أنهم يقاتلون لوحدهم المجموعات المسلحة، إلى أي درجة تواجد هذه المجموعات يعني ساهم في تعقيد العملية أكثر من حيث الحل وإيجاد سبل لإرساء الأمان والاستقرار في المنطقة؟ يعني لما تتحدث عن شبكات تتحدث عن خطورة التتبع وتتحدث عن تعقيد الموضوع، لأن من البحر يصعب بناء هذه الشبكات، لكن في الحدود في الجنوب تاريخيا وواقعيا الآن أصبحت كل الطرق متشابكة، شبكات من التهريب، شبكات تهريب المخدرات، شبكات لتهريب السلاح، شبكات إرهابية، عندك طوق من الحركات الإرهابية يمتد من سيناء إلى الصومال إلى مالي ومرورا بالمغرب بالعقائد في بلاد المغرب العربي، ويستغل الفراغ الموجود في ليبيا في تهريب سلاح فضلا عن الهجرة الغير نظامية. فبالنسبة للعالم يتحدثون عن شبكات موجودة في ليبيا نتيجة لفشل الدولة، الأمر واضح، لكن كما ذكرت لك مداخلة السابقة بأن هذه المساحة الشاسعة كيف يمكن السيطرة عليها؟ هل تكون عبر أقمار صناعية؟ هل تكون بدوريات مختلفة؟ هل في تكون قوة دولية تحاول أن تكتشف هذه الشبكات؟ خاصة الآن الإشكال الأكبر أن هذه الشبكات ليست، يعني لا يمكن القول بأن إشكالية الهجرة هي إشكالية ليبية أو وجود هذه الشبكات في الجنوب هي مشكلة ليبية. عندما تتحدث الآن في عالمنا الذي نعيش في القرن 21 تتحدث على نتورك، إذا تتحدث على ظاهرة عالمية، هذه الظاهرة العالمية تؤثر في نقل كل الاستيراد والتصدير، سواء اليورانيوم سواء الغاز سواء النفط سواء كل المواد المستوردة من أفريقيا، لأن هي تمثل يعني 60% من الصادرات الأوروبية تكون لأفريقيا. فبالتالي الآن الإشكال ليس إشكال ليبي، إشكالية شمال أفريقيا، الاستقرار في شمال أفريقيا مرهون باستقرار هذه المساحة الشاسعة، لأن ليبيا يعني كما يذكر هي قارة، في الواقع هي قارة في شمال أفريقيا في أفريقيا، المساحة شاسعة جدا ولا يوجد سيطرة. هذا الإشكال هو الذي يجعل المؤسسات الدولية ويجعل العالم ينظر إلى الإشكالية في ليبيا على إنها شبكات نامية قد تزعزع الاستقرار العالمي. واضح دكتور، لكن كيف التعامل مع هذا هو يمكن نقاشه. نعم سيد اللافي، بين الوجود الفرنسي التاريخي في الجنوب والحديث عن نوايا ربما إيطالية أخرى للتواجد في المنطقة، إلى أي مدى تحولت الساحة في المنطقة الجنوبية إلى مواجهة أجنبية يعني في شكل مجموعات متسللة، ما كان يتحدث عنه الضيوف التواجد لعناصر المجموعات المسلحة الإفريقية في المنطقة الجنوبية وانصهارها في عملية الصراع والنزاع في المنطقة؟ لا، هو بمعنى أول الفرنسيين كانوا دائما مسيطرين على الجهة الجنوبية تاريخيا، لأنه مشهد 51 الآن يتجسد من جديد. مشهد 51 هناك الأنجليز كانوا في برقة والإيطاليين كانوا في طرابلس الغرب والفرنسيين كانوا في الجنوب، الآن هناك إعادة تركيب للمشهد والصراع أكثر هو صراع إيطالي فرنسي مباشر، ولكن وراء الإيطاليين أيضا هناك اللعب الأمريكي وأيضا الفرنسيين، هناك تحالف إماراتي سعودي مصري فرنسي ومن ورائهم أيضا هناك الحليف الروسي الذي يطل معنا على الساحة. لكن إذا ما عدنا إلى الجنوب،
السيطرة التقليدية كانت للفرنسيين منذ 51 وعلى كل الفترات، سواء في الفترة الملكية معناها أو ما قبلها، وأيضا فترة القذافي الفرنسيين كانوا غائبين من حيث السيطرة الوجود المباشر، ولكن أيضا الفرنسيين موجودين في دول إفريقية، وبالتالي التعاطي مع الإشكالات كان هو تعاطي فرنسي مباشر. وحتى صراع تشاد الليبي كان الفرنسيون هم أحد أطرافه، وبالتالي حتى عندما انتهى هذا الصراع بقي الفرنسيون. الإشكال أنه في الجنوب هناك وعي بأن الجنوب يضم ثروات معناها هائلة ونادرة غير موجودة في عديد البلدان الأخرى، وبالتالي هؤلاء اللاعبين الإيطاليين والفرنسيين والإنجليز والأمريكيين وغيرهم، والصراع الجديد ما بين القوى الجديدة والقوى القديمة في إفريقيا لن يتنازلوا عن هذا، وبالتالي هم حاضرين الآن في الملف الليبي بأشكال مختلفة عبر وكلاء محليين. الإشكال هو أن هؤلاء الوكلاء المحليين ضيق الأفق، ليس لهم برنامج. الجنوب هو إشكالته التنموية وأمنية، أمنية الدولة المركزية الآن غائبة وغير قادرة على السيطرة، وبالتالي هي غير قادرة على تأمين الحدود ومنع المسلحين التشاديين والسودانيين من الدخول. سيد علي، سيد اللافي، إشكالات الطوارئ، قبل نخرج إلى فاصل، سيد اللافي، تقييمك لتعامل دول مما نتصور الجوار ودول الطوق في تقديرها لحجم مخاطر الجنوب وهذا الملف بتعقيداته، كيف تقيم هذا التعامل من قبل هذه الدول؟ هل ربما هناك من يقولها تتعامل بمسألة تصدير الأزمة وبالتالي لا توقف حتى تحركات العصابات على الحدود؟ في أقل من دقيقة قبل نخرج إلى فاصل سيدنا، هذه الدول تؤمن بإدامة الأزمة. هذه الدول تؤمن بإدامة الأزمة لأنها لا تنظر إلا إلى مصالحها، ولكنها تبتكر طرق جديدة في الحفاظ على هذه المصالح وتحويلها بتحويل دائم، وبالتالي البحث عنها دائما. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه الدول الأجنبية تديم الأزمة في ليبيا وتريد أن تكون حاضرة في كل أفق. وهذه الاسطوانة المشروخة لبعض الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والعسكريين أنا مدعوم أجنبيا هي كذبة كبرى، لأن اللاعب الأجنبي يكون موجود مع كل الأطراف وفي كل الجهات ويريد أن يستفيد، وعندما نتحول إلى الانتقال أو إلى الفعل يكون الشريك الأجنبي متواجد. أدعوك سيد اللافي وبقية الضيوف للبقاء معنا لتكملة النقاش في الجزء الثاني من حلقة الليلة من برنامج الملف، والحديث حول تداعيات الصراع في الجنوب على الاستقرار العام للدولة الليبية. فاصل قصير نواصل بعده النقاش مشاهدينا، تفضلوا بالبقاء معنا. حرمة الدم المسلم يعني محفوظة، يمتنع سفك دمه. وقد سمعنا بأن أناسا لا دخل لهم في هذا ولا ذاك قد فارقوا الحياة بسبب القذائف العشوائية، وهذه قضية مؤسفة جدا. ونذكر من جديد أن قتل المسلم يعني بالنسبة لقد ورد في الحديث أن هدم الكعبة أهون من ذلك. هو الإنسان، احنا حتى قتل الحيوان، حتى قتل الحشرة لو استطاع يعني أن لا يفعل ذلك لا يمكنه إلا ذلك، فكيف يقتل مسلما؟ يطلق عليه رصاصة وقذيفة طائشة تهدم بيته وتحيله إلى رماد، أمر مستغرب. هذا دليل على أننا لا نفكر تفكيرا يعني فعلا يقينيا بأننا مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. على المسؤولين السياسيين أن يتدبروا في هذا الأمر. نجدد الترحاب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، والحديث الآن في هذا المحور عن تداعيات الصراع في الجنوب على الاستقرار العام للدولة الليبية. أعود من جديد إلى ضيفي السيد الرحيم
سيد الرحيم، مع كل الخلافات القبلية التي اتجه كثير منها إلى التسوية، هل طبيعة الصراع الذي فيه عنصر أجنبي قابل للتسوية في نظرك؟ أعد السؤال لو سمحت لما استمع. نعم، كنت أسأل على أنه كل الخلافات القبلية التي شهدتها المنطقة في أكثر من مرة عن امتداد سنوات، وربما اتجه كثير منها إلى التسوية، المسألة الآن مسألة الصراع الذي فيه ربما عنصر أجنبي، وأنت أشرت إلى هذه النقطة، هل هو أيضا قابل للتسوية، إمكانية ذلك في نظرك؟ سيدي، لا يمكن تسوية أي نزاع في ظل غياب الدولة. نحن لنا تجارب كثيرة في هذا الأمر. المنطقة الجنوبية منذ 2011 وهي في صراع قبلي، تصارعت كل الأطراف وكل القبائل في المنطقة الجنوبية، ولكن للأسف كل التحركات الاجتماعية والمكونات الاجتماعية في المنطقة الجنوبية لم تستطع إيقاف هذا النزيف وإيقاف هذا الصراع الذي ترتب عليه الوضع القائم الآن في المنطقة الجنوبية. سيد الفاضل، لا يمكن تنتج حلول بعيدة عن الدولة وعن القانون. أي حلول لهذه الصراعات القبلية أو الاجتماعية لابد لها من إطار قانوني يحميها، ولابد لها من أدوات تنفيذية تحمي هذا الاتفاق. هذه الأدوات أو هذه العناصر المهمة هي مفقودة، غير موجودة. أساس المشكلة في الأساس هو غياب الدولة. إذن كيف تريد أن تبحث مكونات اجتماعية عن تسوية خلافات بلا إطار قانوني تحمي الدولة؟ هذا أبدا لن يكون. الدولة هي أساس النظم، هي أساس القانون. إذا تعتقد أن الحل سيستمر على ما هو عليه، وبالتالي لن يتغير أي شيء في المنطقة؟ ما هي توقعاتك للحالة؟ الحالة الأمنية أو بالتحديد؟ لن يتغير أي شيء في المنطقة الجنوبية إلا في حالة. الحالة الأولى وهي المهمة هي قيام الدولة، والحالة الثانية هي اتفاق سكان المنطقة الجنوبية واستنهاض الهمم فيهم من هذه الفوضى العارمة في المنطقة الجنوبية، ومن خطف أبنائهم لتشكيل قوة وطنية لتتحرك ضد هذه العصابات عند هذه الحالة فقط قد نستطيع أن ننهي الصراع. لماذا؟ لأننا اتفقنا على هدف وهو زرع الطمأنينة والأمان داخل المنطقة الجنوبية. غير ذلك لا يمكن أن تكون هناك حل لأي صراع. سيد كريكش، حالة الصراع في الجنوب اليوم يعني كيف ستؤثر على مساعي المجتمع الدولي لإعادة الاستقرار في البلاد؟ نعم، هو يعني أولا يجب الاقتناع بأن أهم مشكلة بالنسبة للغرب أو أهم المشاكل بالنسبة للغرب هو الجنوب، لأن كما ذكر لك عدة أشياء مهمة جدا. انتشار هذه الشبكات في الجنوب بالنسبة للغرب يعني إمكانية تفجر الوضع في ليبيا في أي وقت من الأوقات. مسألة الهجرة غير النظامية هي أولويات المجتمع الدولي ومصدرها الأساسي هو من الجنوب، بالتالي بالنسبة لهم مسألة الجنوب مسألة مهمة. لكن غياب مبادرة من الفاعل السياسي وإدراك هذه المسألة بأبعادها، مثلا هل حدث تعاون في ليبيا والسودان وتشاد، خاصة نعرف أن تشاد والسودان دول فقيرة لا تملك إمكانيات، مثلا يعني كان من المقترحات للحلول في ليبيا هو استخدام أقمار صناعية لمراقبة الحدود. هذه الأقمار ممكن تعطيك في صورة ثلاثية الأبعاد بكل الداخلين والخارجين تشكيل قوة حقيقية من هذه الدول. أنت ما عندكش قوة ليبية ممكن تشكل قوة مشتركة تضمن يعني مراقبة هذه الحدود، توفير الحد الأدنى من التنمية في هذه المنطقة، اتفاق على مشاريع معينة يمكن أن تحدث تكون مورد آخر للشباب. يعني عبد الجليل سيف النصر كانت ثورة عارمة ضد القلبيين، يعني استمرت فترة طويلة إلى أن استقر الحال وصار اتفاق على كيفية يعني اقتسام الموارد لحجرة القوافل. يعني لما كانت الدولة المركزية قادرة على إحداث
تدخل في الجنوب، حدث أي صفقة معينة مع هذه القبائل، يحدث أي برامج تنموية تجعلها تستفيد بوضحة وتجعلها تنظر لنفسها كحامي لليبيا، بالتالي يصبح هذا مدخل تنموي لأهل الجنوب، لأنهم فعلا منطقة مهمة بهذا البعد الدولي وبهذا البعد الإقليمي، يصبح للجنوب أهميته. يعني عدم إدراك أهميته هو الذي جعل الجنوب هو عبارة عن ممثل لهم في الحكومة وممثل لهم في البرلمان وليس هو مصدر للحل. تغيرنا هذه وجهة النظر وأصبح زاوية النظر عندنا بهذا العمق الذي هي الرابط بين أوروبا وبين أفريقيا، وأن أفريقيا مهمة جدا، وأن 60% من صادرات أوروبا إلى أفريقيا، ننظر بهذه النظرة الأخرى للجنوب، فنضع جهد كبير، نبدأ نفكر في الجنوب زاوية أخرى، فبالتالي يصبح فيه أفاق للحل. حتى القبائل الموجودة السبط والطوارق والقبائل العربية تنظر للجنوب كنقطة قوة وليس مجرد أقلية عائلة. واضح دكتور، تشتكي. نعم واضح. سيد عادل، كيف يمكن الحد من ظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب إلى ليبيا ودخولهم في عملية النزاع في أكثر من منطقة، ما يتعلق تحديدا بالمنطقة الجنوبية؟ والتقارير الدولية تتحدث عن مشاركة العناصر الأجنبية داعمة لمختلف الأطراف في ليبيا، ليس طرف بعينه. نعم، هذا يأتي أولا أن يكون هنالك وجود للدولة أو قيادة سياسية لديها إرادة حقيقية لمحاولة الاستقرار داخل ليبيا عموما. الفوضى التي تعاني منها المنطقة الجنوبية هي نفس الفوضى موجودة في المنطقة الشمالية لليبيا، ولكن هنالك طبعا نظرا لاتساع الرقعة الجغرافية فمن الصعب جدا السيطرة عليها إلا من خلال وجود شكل الدولة عبر مؤسسة أو الآلية وهي المؤسسة العسكرية. لذلك نحن أشرنا على الترتيبات الأمنية للسيد غسان سلامة، ومن هنا حقيقة عبر منبركم الكريم أوجه للسيد غسان سلامة أن يتجه في مسارين بخصوص الترتيبات الأمنية، مسار يشمل المؤسسة العسكرية ومسار الذي يعمل عليه وهو جهاز الداخلية أو وزارة الداخلية، لأن لا غنى عن هذين الجهازين أو هاتين المؤسستين لتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي. بالنسبة بعد أن يكون هنالك شكل الدولة أو هنالك وزارة الدفاع ورئاسة أركان فاعلة، تستطيع أن تبدأ في إنشاء وحدات عسكرية بإدماج جميع العناصر، سواء كان من ضباط صف، جنود، أيضا العناصر المستحدثة والتي تم إدماجها داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، ويبدأ بتفعيل حقيقي لهذه المؤسسات وتقديم الدعم الكامل لها والتواصل حقيقة بجدية، وأن يكون هنالك ضباط كفء لهذا التواصل مع دول الجوار لليبيا كالسودان وتشاد والنيجر وتونس والجزائر ومصر وغير هذه الدول، حتى يكون هنالك بداية الاستقرار وحماية الجنوب. لأن الآن في ظل ضعف الإمكانيات العسكرية والأمنية لليبيا نحتاج إلى محاولة يعني رفع قدرات التأمين من قبل دول الجوار لليبيا لديها الإمكانيات، لديها حالة كبيرة من الاستقرار. هذه النقطة سأنقلها سيد عبد الكافي أيضا إلى سيد اللافي، اسمح لي فقط سيد عبد الكافي. سيد اللافي، لماذا يمكن نعول أو تعول ربما معظم الأطراف على مسألة التعامل وتعاطي من قبل دول الجوار في آلية الحل للمنطقة الجنوبية؟ هل يمكن التعويل على دول الجوار أن يكون لها أي حل في رأيك؟ اولا انا اريد ان ارد على الضيف اللي قال انه الدولة ما استطعتش معناها في فترة معينة التعامل مع مشكلة الجنوب. أنا أعتقد أنه قبل 2014 إشكال الجنوب معناها وقع حله، باعتبار أنه هناك الليبيين ذهبوا إلى انتخابات، انتخبوا مؤتمر وطني، بدأت العملية السياسية. أذكر أنه السيدة معناها عبد الله السنوسي من سجنه قال لقبيلة المقارحة القذافي ذهب وانتهى، الآن ليبيا ستبنى، شاركوا في بناء ليبيا.
الإشكال وقع بعد 2014 عندما انطلق الصراع من جديد، تدخلت القوى الإقليمية، سقط مرسي في مصر ووقع ترذيل الثورة التونسية ومحاولة الانقلاب عليها. ما حدث أنه انطلقت هناك مشكلة الطوارق والتبو والصراع ما بين أولاد سليمان وآخرين، وبالنسبة الحديث على أن هؤلاء معه في 17 فبراير وهؤلاء ضدهم، هؤلاء مع فجر ليبيا وهؤلاء ضدهم. إذن الإشكال هو إقليمي، هناك محور إقليمي واضح يريد إرباك الوضع في ليبيا وتوظيف الملف الليبي بكل جزئياته في إطار صراعه الإقليمي والتموقع الدولي مع بعض القوى الدولية. لكن دول الجوار في الحقيقة لعبت أدوار إيجابية، التونسيون حاولوا دائما التعامل مع الملف الليبي تعامل على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والدليل أن حكومة معناها سنة 2015 رغم أنه معناها برنامج نداء تونس قبل الانتخابات كان مصطف مع الجهة الشرقية، إلا أنه وقع التعامل مع حكومة الإنقاذ رغم الاختلاف معها في بعض الأشكال، وقع التعامل معها. الجزائريين أنا أقول أنه لولا الجزائريين لكانت مشكلة الجنوب وما يقع في الجنوب لذهبت إلى أكثر من ذلك. ماذا عن دول الطوق سيد اللافي الأجواء الاجتماعية فيما يتعلق بدول الجوار؟ واضح. ماذا عن دول الطوق سيد اللافي؟ يعني نتحدث عن ربما النيجر، تشاد، وحتى السودان. هناك ربما عديد المجموعات المسلحة المتمردة وربما مخالفة مع أنظمة الحكم هناك. هل تتعامل هذه الدول بما فيه الكفاية مع أضرار أو سلبيات وجود هذه المجموعات وانتقالها إلى ليبيا، أم أنه فقط تصدر أزمتها إلى ليبيا؟ بإيجاز سيد اللافي، هنا يجب طرح السؤال. نعم. السؤال، هل اللاعب الدولي غائب في تشاد وفي السودان، وما يقع في السودان من إشكالات من دارفور وغيرها، وأيضا من في إشكالة السودان، اللاعب الدولي حاضر في هذه الدول، وبالتالي أنت وجود اللاعب الدولي انتقل إلى علاقات هذه الدول في تماسها مع المسألة الليبية. نعم. وبالتالي اللاعب الدولي لا يغيب أبدا، بالعكس هو الآن أصبح يوظف أذرع إقليمية لحضوره ولعملية الإرباك بما يعني الفوضى. أنا أحدث الفوضى وأتحكم فيها، أحدث الأزمة نعمل أزمة وأحاول أن أتصرف بناء على ذلك. واضح. المشكلة أن الليبيين يجب أن يرتفعوا كنخب وكفرقاء الصراع عن ضيق الأفق الذي طالما مورس بين 2014 و2018. يجب أن نظر إلى مستقبل ليبيا، أن واضح ليبيا دولة واحدة، وأن مشهد 51 يجب أن يتحول إلى عملية الوحدة. سيد رحيم، حديثك 51 عندما قبل قليل عن مسألة تشكيل كل الليبيين تحت تشكيل قوة وطنية ربما عسكرية في هذا السياق، يعني هل إمكانية أن تشكل هذه القوة وبالتالي قادرة على الحفاظ على الأمن ويخرجها من طائلة الاتهامات على أنه منحازة إلى طرف بعينه في المنطقة؟ هل الأمر هذا ممكن فعليا في أقل من دقيقة؟ أعتقد أن الواقع الآن في المنطقة الجنوبية المتأزم جدا أصبح يفرض أمر معين، وهو يجب على المكونات الاجتماعية داخل المنطقة الجنوبية التفاف على نفسها لمحاربة هذا السرطان الموجود في المنطقة الجنوبية، سواء الممتد إلى الحدود التشادية أو الحدود السودانية أو الحدود النيجرية، وهذه هي الحدود الأكثر إرباك والأكثر مشاكل لليبيا، وأيضا تهدد أمن الدول المجاورة أيضا. فأعتقد هذا الواقع الذي فرض نفسه على الليبي على المنطقة الجنوبية من خطف، من قتل، من حرابة، سيخلق قوة وطنية لمحاربة هذه العصابات المجرمة التي تسعى في الأرض فسادا، وقد حالت الجنوب إلى ظلام دامس وإعدام الحياة من جميع أساسياتها. نعم. لا كهرباء، لا محروقات، لا تموين، هذه كلها ناتج عن هذه العصابات التي
تأخذ في هذه أشكرك. البضائع السلع التموينية وتهريبها خارج ليبيا والمحروقات خارج ليبيا وأسلاك الكهرباء لبيعها في تشاد أو في هي الأزمات عديدة سيد محيم تعانيها المنطقة الجنوبية. أشكر كل الشكر، كنت معنا من طرابلس عبر الأقمار الاصطناعية الباحث في قضايا الجنوب سيد محمد رحيم. الشكر موصول أيضا لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من هناك أيضا المحلل السياسي والعسكري سيد عادل عبد الكافي، كما أشكر ضيفي من تونس عبر الأقمار الصناعية المحلل السياسي سيد علي اللافي. الشكر موصول أيضا لضيفي الدكتور نزار كريكش مدير مركز بيان للدراسات كان معنا عبر سكايب من إسطنبول. أشكر لكم مشاهدينا طيب وكرم المتابعة، إلى حين الملتقى دمتم بالخير.